السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم كل متابعين قناة وعد الخير، شروحات ومنوعات. إن شاء الله النهاردة شرح جديد وفيديو جديد عن ميزة عملها اليوتيوب. هي ميزة جديدة هتغير قناتك للأحسن، وهتزود عندك عدد المشاهدين وعدد المشتركين، وهتعمل تنسيق في قناتك جميل جدا. والميزة دي هي هتعملها من على جوجل كروم. تعالوا يلا بينا نشوف، نخش في الموضوع على طول ونشوف ايه الميزة دي وايه الحاجات اللي ممكن تعملها تنفع القناة بتاعتنا. هندخل طبعا على القناة من على جوجل كروم. ننتظر طبعا حمل معانا. المهم دلوقتي انت هتخش على الصفحة الرئيسية عندك في القناة. هنا هتلاقي عند الصفحة الرئيسية كالعادة طبعا عندك الفيديوهات وعندك التعليقات وعندك الإحصاءات وعندك علامة الدولار حرف الاس. تحت علامة الدولار ظهر تحديث جديد، وهو اهو اللي عليها العلامة الحمراء دي زي علامة القلم كده، وهي اسمها التخصيص. التخصيص دي تضغط على كلمة هنا التخصيص، هنا بيظهر لك، هنا بيقول لك ننصحك بإضافة مقطع فيديو في أعلى الصفحة الرئيسية لقناتك. يعني دلوقتي انت تقدر تحط فيديو على الصفحة القناة بتاعتك، المشتركين الجدد اللي داخلين قناتك يقدروا يشوفوا الفيديو ده. تختار فيديو من عندك، فيديو زي ما يكون فيديو دعائي للقناة او احسن فيديو عندك في القناة، والمشتركين الجدد اللي هم اول مرة يخشوا قناتك اول حاجة هيقابلهم الفيديو ده، فانت بتقدر تختار فيديو. هنا بيقول لك هنا مثلا انا مختار طبعا فيديو، هنا بتضغط هنا على لو انا مثلا عايز اعمل ازالة للفيديو بزيله كده اهو كأن من الاول وجديد. الناس اللي اول مرة تعرفها او عايزة تعملها، بيقول لك هنا مقطع دعائي للقناة يشاهده الزائرون الذين لم يشتركوا فيها. يمكنك مشاركة معينة لقناتك يشاهدها الزائرون الذين لم يشتركوا بعد في القناة. وهنا في كلمة اضافة بعد الكلام اللي مكتوب ده، في كلمة اضافة باللون الازرق اهو، بضغط عليها كده بتحمل معايا، بتظهر لي هنا الفيديوهات اللي عندي على القناة زي ما انتوا شايفين كده. انا هختار طبعا الفيديو اللي انا شايفه مناسب لي، او اللي انا عايز اخلي الناس الزوار الجداد اللي اول مرة تدخل قناتي، اول ما تفتح القناة على طول الصفحة الرئيسية بيظهر ليها الفيديو ده. فانت طبعا هتختار اي فيديو يناسبك تحطه للزائرين. انا مثلا اخترت الفيديو ده اهو، ضغطت عليه ظهر معاي هنا اهو، وده كده اسمه مقطع دعائي للقناة. اي حد هيدخل قناتك اول مرة، للي اول مرة مش اللي مشتركين عندك، للي اول مرة يشتركوا عندك في قناتك هيشوفوا الفيديو ده على طول بمجرد ما هم يفتحوا الصفحة الرئيسية للقناة. وهنا في ميزة تحت منها برضو، ودي برضو هتضغط عليها. وهنا برضو لو انت عايز تغير الفيديو ده هتحط اي فيديو انت عايزه، او فيديو تختاره برضو الفيديو اللي يناسبك. برضو هنا بتقدر تختار فيديو تاني، الفيديو ده هيكون تحت الفيديو اللي انت اخترته الاول، وتقدر تحطه. انا ضغطت على فيديو انا وحطيته اهو كده. في فيديو دعائي للقناة وفيديو تاني تحت منه هيظهروا للناس اللي تخش عندك، للمشتركين والغير مشتركين، اللي هو الفيديو التاني ده. وهنا في عندك بيقول لك الأقسام المميزة، يمكنك تخصيص تنسيق الصفحة الرئيسية لقناتك لتشمل ما يصل إلى 10 أقسام. يعني إيه؟ يعني أنا هنا بقدر أضيف، هنا بيقول لي إضافة قسم وفيه كلمة زائد جنب منها، بضغط عليها. وهنا بيقول لي اهو، بضغط كده بكبر، ثانية واحدة.
هنا انا لما بضغط هنا وبكبرها بقدر هنا اضيف قوائم تشغيل من عندي اهو، انا عامل قوائم تشغيل، اقدر اضيف قوائم تشغيل حتى 10 قوائم، يعني اقدر احط قائمة واثنين وثلاثة واربعة لغاية 10 قوائم او حتى حتى حفلات بس مباشر. وهنا دي اهو زي ما انتم شايفين كده بيقول لي هنا اضافة قسم، اهو بضغط على اضافة قسم بيقول لي فيديوهات محملة، يعني انا عايز احط فيديوهات محملة ولا احداث بس مباشر ولا قائمة تشغيل ولا قوائم تشغيل متعددة، هتضغط على الخيار اللي انت عايزه ومن هنا وبتحط قوائم التشغيل اللي انت عايزها. دي برضو اللي هيخش قناتك تحت الفيديوهين اللي انت حطيتهم بتقدر تحط قوائم التشغيل دي، وبيقدر برضو اي حد بيدخل قناتك بيشوف الفيديوهين دول الفيديو الدعائي والفيديو الثاني ويشوف قوائم التشغيل تحت منهم على طول، بيقدر هنا طبعا هنا بتزود لك ممكن هو يعجبه فيديو معين في قائمة التشغيل بيفتح الفيديو دي او يشاهد كذا فيديو من قائمة التشغيل. وهنا جيب لك مربعات بتقدر تختار، بتضغط بتختار القائمة اللي انت عايزها اهو، انا مختار طبعا اخترت كذا قائمة اهو زي ما انتم شايفين كده، اقدر اختار قائمة واثنين وثلاثة، كل القائمة اللي اختارها بتظهر معايا هنا زي ما انتم شايفين كده بتظهر هنا اهو، انا مختار مثلا 3 قوائم تشغيل وهنا بتروح تحت وهنا وبتعمل بتلاقي كلمة الغاء وكلمة تم، بتضغط على كلمة تم وكده كل الخيارات اللي انت اخترتها بتظهر معاك في القناة. ودي طبعا ميزة جميلة جدا وحلوة جدا اللي يخش قناتك فيديو دعائي للقناة وقوائم تشغيل للقناة، ودي بتزود عندك المشتركين وبتزود عندك المشاهدات وبتشوف الناس تشوف فيديوهاتك، المحتوى اللي انت بتقدمه اللي كان متنوع او اللي كان شرح او كان اي شيء. طب تعالوا نشوف كده الخيارات اللي انا اخترتها، هل هي قوائم التشغيل اللي انا اخترتها ظهرت عندي في القناة ولا لا؟ بنطلع خالص وبنخش على اليوتيوب وافتح قناتي، انا بفتح قناتي بدخل على الصفحة الرئيسية بضغط على كلمة قناتك بدخل على صفحة الرئيسية في قناتي بتفتح معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده الفيديو اللي انا اخترته اهو، ده فيديو دعائي للناس اللي غير مشتركين في قناتي وداخلين يشتركوا في قناتي، ده اول فيديو هيلاقوه عندي الفيديو اللي انا اخترته اولادي سر سعادتي، ده اول فيديو. وبعد منهم بعد الاخر بس انت عامله او اخر فيديو انت منزله قوائم تشغيل متعددة اهو زي ما انتم شايفين، دول 4 قوائم تشغيل انا اخترتهم اهم ظهر بيظهر للمشاهد اي حد بيدخل القناة اهو زي ما انتم شايفين كده بيظهر له الفيديو الدعائي اللي في البداية وبتنزل بينزل لتحت على طول بتقابله قوائم التشغيل اللي انت اخترتها، اول قائمة مثلا اهو فيها مثلا الفيديوهات دي اهو بيختار منها فيديو يشاهده الفيديو اللي هو عايزه، يخش مثلا على القائمة اللي بعديها بيفتحها بيلاقي فيها اهو القائمة دي فيها فيديوهين، يخش على القائمة اللي بعديها القائمة دي مثلا فيها 10 فيديوهات وهكذا، وبيختار الفيديوهات اللي تناسبه أو الفيديو اللي عايز منه المعلومة وبيفتح الفيديو وبيشاهد الفيديو. وبكده يبقى أنت زودت المشتركين ونسقت قناتك ورتبت قناتك وحطيت قوائم تشغيل للناس اللي هتدخل قناتك تشاهد يعرف هو عايز ايه من غير تعب من غير ما يدور في كل الفيديوهات اللي عندك في القناة وحفلات البث المباشر وممكن يكون الفيديو ما يلاقوهوش وبياخد وقت، فلا فهو بمجرد ما ان هو هينزل كده بالقناة هيلاقي قوائم التشغيل موجودة، هتختار قوائم التشغيل المناسبة اللي فيها فيديوهات انت شايف ان هي هتفيد المشاهد وتفيد الناس وبتختارهم وهيخش يشاهد الفيديوهات دي. وبكده دي ميزة جميلة جدا وتحديث جميل جدا وانا عملته في قناتي، وان شاء الله يا رب يكون يعجبكم الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناة وعد الخير شروحات ومنوعات، وانتظروا منا كل جديد، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.